صدقها؟ والنبي لو حلف لي على المية تجمد ما هصدقه. طب ايه؟ عصفورة ولا بير؟ لا بير، عشان لما يعرف ان احنا حافظنا على سره هيأمن لنا اكتر. اه بس ازهر لو عرفت ان احنا عارفين حاجة ومخبين عنها مش تعديها بالسهل. والنبي يا اخويا ابقى حلفها بعظم التربة هتسامحك. بس انت عارف انا مش شايلة هم ازهر دلوقتي، انا شايلة هم المدعوقة اللي بتلعب على كبير دي. دي بتقول له خدني في ديلك. وما ينفع يكونوا أربعة؟ قصدك اللي هيقفوا في ضهر بعض؟ ايوه ينفع. طب اديني الامان. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يعني ايه اديك الامان؟ طيب قبل ما اكمل كلام، مفيش كبير ما يعرفش سلو الناس اللي هو كبيرهم، عمرهم ما يعتبروك كبير. فانت كل يوم تقابلني اديك درس خصوصي. درس خصوصي في سلو حارتنا مالك؟ اه ماشي، نرجع بقى الكلام. يعني ايه اديك الامان؟ يعني حتى لو كنت خاين وفيك العبر وطلبت منك تديني الامان، ما ينفعش تخوني ابدا. من امنك لم تخونه ولو كنت خاين. فهمت ماشي، اديتك الامان يا دوسه ولو اني عمري ما كنت خاين. لكن هم خاينين، ما تعملهمش يا بودي. ده واحد تربيه ازهار والتانيه تربيه كاسيا. ما انا عارفه يعني اني اخر واحده المفروض تعيب في حد، بس اصلك طيب مش شبهنا. ليه مش شبهكم؟ ليه؟ ما انت طيبه. لولا ان ابوك ابليس كنت قلت الله يعز اصلا. ماشي يا ستي ما تقلقيش، انا عارفهم كويس. انا مش قلقانه، اللي يجي له قلب يفتح تربه ويطلع منها جته لسه ما بردتش، وكمان جته ابوه ده ما يتقلقش عليه خالص، ده اصلا ما عندوش قلب. هو انت منهم يا دوسه؟ هم مين اللي بيحدفوا دبش في وش الناس؟ معلش ما تزعلش مني، او النبي انا منهم. كنت مرة طالعة والنبي لحكي لك، وإيه لا مؤاخذة يعني، كان عنده تنيا منتن. والله قمت أنا باقي مطلعة ورقة وقلم وكاتبة له على مرهم الدكتور كان كاتبه لابن خالتي، ما كان منتن برضه. وتصدق بقى زعل؟ أنت شكلك فقر يا دوسة والله. كويس إنك ضحكت، بس نرجع لمرجوعنا. أنا مش قلقانة عليك، أنا بس عايزك تحرص منهم. متقلقيش، انا عارف كويس ان هم مستاهلين، بس برضه انا عايز اسالك سؤال. هو انت ليه قلت انك اخر واحده المفروض تعيبي على حد؟ عشان انت عارف يعني انا بشتغل ايه وكده. هو انت لازم تبطلي الشغلانه دي؟ بس لا، انت الاخر واحده ولا حاجه، في حاجات اقذر من شغلانتك دي 2000 مره. مش في حاره الجنه، مش في حارتنا. شايف الخرابه اللي في اخر الشارع هناك دي؟ انضف مننا. شكلي هفضل اكررها لكم كتير، انا مش من حارتكم يا دوسه. وانا كمان شكلي هكررها كتير، مفيش حاره كبيرها مش منها.